السؤال الثاني. السؤال الثاني يعني كثير من الناس ما يلتزم بآداب النصيحة، وش آداب النصيحة؟ كثير من الناس ما يلتزم بها. شكرا. النصيحة من كتاب الله ومن سنة رسوله بالتخويف وبالترغيب من الكتاب والسنة، والحث على العمل الصالح، والحث على التوبة إلى الله من الأعمال السيئة، وتكون بالرفق وبالموعظة الحسنة وبالجدال بالتي هي أحسن. نعم.